السلام عليكم البنات، كديري لبس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نطيب السفه ونشاركها معاكم. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، واللي اول مره يدخل القناه ديالي دير ابوني ودير لايك وشكرا لكم. بسم الله، نبداو بالمقادير. نص كيلو تاع السفه، الزيت، الزبيب، كاوكاو مهرمش، سكر كلاصي، قرفة، حليب نيدو معلقة كبيرة، والزبدة والملح. دابا غنبداو ان شاء الله، نبداو نديرو الزيت. السفة اللي تكون ماركة، اللي تكون مزيانة صافي، وكنبسبسوها بحال هكا بالزيت. كنبقاو ندير لها بحكم باش كامله تدهن بالزيت. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم. دابا يا ملي درنا لها الزيت غنديرها دابا تفور، بعد ما كنكونوا غلينا الماء في البرمه وكملوا لي الفيديو حتى الاخر. الله يجازيكم بالخير. كنديروها ملي تبدا تطلع ديك البخار ديالها تقريبا 15 دقيقه وصافي نحيدوه بالمكسفور مزيان. الشاي دابا فارت مزيان، ها هي دابا بعد ما فارت لنا مزيان دابا نحيدوها صافي. دابا كنسقوها بالماء طايب، ما تخافوش من واخا تسقى بالماء طايب ما كتعربد ما والو. سقى مزيان حتى تشرب الماء مزيان صافي. بعد ما تكترات لنا مزيان درتها في طبسيل كنفكها بفرشيطة، فكها مزيان باش ما تبقاش متعربد لنا ما والو. غادي على نفس الطريقة تتفك لنا مزيان. صافي دابا هي فكينا مزيان، نزيد شوية الملح. شي ما منكتم ما والو، ديال الطريقه كتجي زوينه وضغط كتوجد ما كتعطلش بزاف الوقت. شي ما منكتم ما والو صافي. دابا نديرها فورتين فور ثانيه دابا الزبيب شديته وغنعسلو، درتو في كسرة ومشيت عسل لينا. نضيف ليه القرفة، اللي بغيت ليه يفورو مع السفة كيفورو، انا بغيت نعسلو معاها كيجي تاني زوين، كيجي الذوق ديالو زوين معاها. ونضيف ليه السنيده، واللي بغى يدير ليه العسل كدير ليه العسل كيجي معاه زوين. السنيده على حسب الذوق.
صافي كنخليو دابا يتعسل مزيان. الصفة ديالنا هي فارت فارت مزيان دابا. صافي دابا نعاودو كنخوي على نفس الطريقه نخوي على ثاني المطيب. واخا تخوي على المطيب ما تخافيش منها كتصبغ ما كتعجن والو على حساب ثاني الماركه تاع الصفه حيت كاين بعض الماركه اللي كتعجن. صافي كنحرك بحق بفرشيطه وخلات تسقطرنا من الماء اللي نعاودوه. صافي دابا حيدنا من الكسكاس ودرنا باش نعاودو ان شاء الله. هانت دابا سخون كندير لها فرشيطه باش شي ما تعجنات ما والو. الزبيب ديالنا دابا هو سيتعسل قرب يوجد. شي ما كتعجن ما والو كتبقى مزيان. صافي دابا الزبيب ديالنا وجد دابا نطفي عليه تعسل مزيان. كي درت على الطريقه كتجي زوينه بحق. ودابا الصفه نعاودو لها الفوره اخرى شي تبارك الله كيفاش كتبان. شي متعجنات ما والو. كيفاش كتجي كتجي زوينه الطريق بعدا انا كتصدق ليا مزيانه. كاين انا كيسقى بالماء بارد وثاني الطريقه داغ كتوجد. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وكملوا لي حتى الاخر وما تنسونيش من لي لايك ديالكم واللي دخل اول مره يدير لي ابوني وشكرا. دابا ندير معايا قطعه حليب غبره معلقه كبيره. كتجي في هذا الحليب كيعطي فيه واحد المذاق زوين اللي بغى يديرو يديرو اللي ما كيبغيش ما يديروش ولكن كيعطي واحد النكهه زوينه. ونديرو الزبده من الاحسن تكون الزبده ديال العبار كتجي فيها زوينه. نضيفو السكر كلاصي على حساب الحلاوه اللي بغيتي. دابا راه طابت لنا غنديرها شويه تفوره شويه ونحطها. صافي كنبقى نديرها بحق باش يدخل فيها الزبده والحليب والسكر كلاصي. ثاني السكر كلاصي من الاحسن ما تقويش باش ما كيطلقش داك الماء ديالو.
وشكرا لكم على الكومنتات ديالكم الزوينين، وشكرا لكم على اللايك وعلى المتابعة ديالي، شكرا لكم بزاف، وما تنسوش ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. صافي دابا ندير صفور فورة ثانية، صافي دابا هي فارتنا مزيان، صافي دابا نحطوها. هاي درنا الزبيب الاول درت في الوسط على حساب الزواق كله كي كيدير ليها، درت القرفه، الزبيب كاين اللي كيفور معاه وكاين الطريقه تاني زوينه، حتى انا مره في بعض الناس كنفور معاه ودرت دابا الطريقه تي كتجي زوينه. كنبقى غادي في نفس الطريقه، كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وكملوا لي حتى الاخر الله يحفظكم. صافي دابا نزوق بحال هكا، ودرت كاوكاو في الجناب، في جناب الزبيب، كاين اللي يدير كاوكاو كاين اللي كيدير اللوز تاو يهرمشو كيجي تاو زوين، أنا درت صغير كاوكاو. صافي دابا درت السكر بلاصتي، وهادي السفه ديالي، كنتمنى تعجبكم وكملوا لي الفيديو حتى الاخر، وشكرا لكم بزاف كاع على هاد الكومنتات الزوينين ديالكم وعلى الدعم ديالكم، شكرا لكم بزاف، وما تنسونيش البنات من اللايك ديالكم، وشكرا لكم بزاف، واللي اول مره غيدخل القناه ديالي ديري ابوني ودي لايك وكومنتار وشكرا. هاد الطبق ديالنا كيفاش جا زوين، نتمنى يعجبكم، وبسلامة حتى الفيديو آخر إن شاء الله، ونتلاقاو.